السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة جاية لكم في ريفيو جديد من اكتف اه اكتف عامل تخفيضات حلوة قوي اه تعالوا نشوف بقى مع بعض اه كان عامل على الكوتشيهات على الترنجات كان عامل تخفيضات حلوة جدا اه دي في ترنجات اطفالي للرياضة اه ترنجات للبيت ورجالي في الكروكس ده بخمسين بتاع الاطفال والشباشب اللي هي دي بخمسين ودي بتاع الاطفال عاملة ربعمية وتسعين وده برضو اطفال ومحيرات ميتين خمسة وسبعين لغاية اربعتاشر سنة ميتين خمسة وسبعين ده بيتي حلو جدا وده رجالي بسبعمية وده بستمية خمسة وسبعين ده رجالي برضو كل ده رجالي وخمسمية خمسة وسبعين وده رجالي برضو عامل تلتمية وتسعين في بقى سويت شيرتات كتير قوي عليها تخفيض في البنطلونات عاملة من بتبتدي من ميتين خمسة وعشرين لميتين وتمانين كل ده عليها اصلا سيل في سويت شيرتات دي مئة خمسة وتسعين عامله زي البوكلت شويه ده سويت شيرت عامل ميتين وعشرين في بقى الجواكت اللي الووتر بروف دي عامله اربعمية خمسه وسبعين ده بعد الخاص في البنطلون بتاع الرياضه ده عامل مية وخمسين هو مية وخمسين في اشكال منه كتير جدا الكروكس الرجال عامل خمسه وسبعين كوتشات بقي عامله تخفيضات كتيره جدا عامله سيل كتير اوي ده مية خمسه واربعين ده خمسميه خمسه وتسعين يعني لا عامل تخفيضات وفي شوزات عامله ميه خمسه وتلاتين بس حسب السايز دي خمسميه خمسه وتسعين سبعميه وعشرين دي سبعميه خمسه واربعين بدل مئة وعشرين في اشكال كتيرة قوية ما اعمل فيها تخفيضات في دوت اللي هو البوكلت دوت عامل ميتين وثمانين ده برضو عامل عامل مية وثلاثة ده عامل تلتمية وخمسة الماتيريال بتاعته حلوة جداً في منه كذا شكل برضو ده عامل تلتمية وخمسة هنا بقى سويت شورتات ده عامل تلتمية وخمسة وسبعين هو تقيل قوي وفي القميص دوت عامل ميتين خمسة وعشرين وده عامل ميه خمسه وسبعين هي الأسعار بتتراوح من ميه خمسه وعشرين لميتين وشويه اهو ده هو بميه خمسه وعشرين وفي عندهم كل المقاسات ده بميه خمسه وسبعين عندهم بقي السجاده بتاعة الايروبكس بسته وعشرين وفي الستيك بورد عامل خمسميه وخمسين وفي باتيناج ده ستميه وخمسين والكور بقي بتبتدي من تلتميه وخمستاشر لفوق بقي استنوا وهنا الستيك بو... البورد بتاع السباحة عامل خمسة وسبعين استن... استنوني بقى في ريفيو جديد ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك و... وفعلوا الجرس عشان توصل كل كل